تاني حاجه يا شباب موجوده عندنا في الستيت مانجمنت هي الكويري سترينج. هدف الكويري سترينج يا جماعه هو ان انا عاوز ابدا اعمل باس للداتا من بيج لبيج تانيه من خلال اليو ار ال. طبعا الداتا اللي موجوده عندي مش هحط مثلا كميه داتا كبيره جدا اخزنها فيه او احطها او ابصيها من خلال اليو ار ال بتاعي. دايما يا شباب انا بتعامل على مستوى داتا صغير جدا، وطبعا الداتا دي بتكون سترنجات، مش هتحط اوبجكت مثلا، مش هتحط داتا تكون كلير زي اليوزر نيم والباسورد تبصيهم في اليو ار ال بتاعك. لو عاوز يعني ممكن تقدر تعمل الكلام ده. يبقى يا جماعه لما نحب نبوينت نقط عن كام نقطة كده يا جماعة، أو كام نقطة موجودة عندنا عن الكويري سترنج. أول حاجة بخزن في الكويري سترنج بتاع سترنجات السكوب بتاعي من بيج لبيج على مستوى اليو ار ال، تمام؟ من تو أو فروم تو، أو من السورس للتارجت أو من السورس للديستنيشن اللي أنا موجود فيه. تاني حاجة يا جماعة أو تالت حاجة موجودة عندي هي مش سكيور، لأنها داتا كلير جدا بالنسبة لليوزر. رابع حاجة يا جماعة هي هل بتعمل لود على السيرفر اللي موجود عندي؟ لا، لأن هي أصلا موجودة عند الكلاينت. اللايف تايم بتاعتي البتاع الخاص بالكويري سترنج طبعا بيضيع لما حضرتك بتروح من بيدج تانية أو إلى بيدج تانية أو بتعمل كلوز للبيدج بتاعتك. من أهم برضو النقط يا جماعة إن مشكلة الكويري سترنج إن دايما الأي دي واضح بالنسبة لليوزر، تمام؟ فبالتالي الكوري سترنج مش سكيور. بس خد بالك، ما هو يوزر كاتب مثلا هنا، كتب على مثلا الكورس ديتيلز دوت اي سي بي اكس، وبعد كده علامه استفهام اي دي بتساوي 10، فيوزر ان كاتب لك مليون. هل المليون ده موجود عندي؟ لا. طب 20 ممكن يجيب، بس في النهايه يا جماعه انا كسيرفر ما حصلش عندي تاثير، قلت له مثلا والله الداتا مش موجوده، جبتها له او جبت له البيج بتاعتي فاضيه زي ما انا عاوز او زي ما هي موجوده. اوكي، طيب تعالوا كده نشوف السامبل بتاعنا اللي احنا هنعمله ده. انا عندي بيج اسمها اسميها فروم، وبيج نسميها 2.acbx destination، انا هعمل ايه يا جماعه؟ عاوز اعمل لينكات كده ظريفه، واللينكات دي هتكون عباره عن ايه؟ خد بالكم يا جماعه شكل اللينك بتاعك، لو بتلاحظ انك تيجي تبص تلاقي عندك اللينك مثلا مكتوب عليه سي شارب مثلا، ولينك مكتوب عليه جافا مثلا، ده تكست عادي، ده ديسبلاي تكست اللي عندك. بس اللينك بتاعك تيجي تبص تلاقي عندك ايه؟ itchair.com/course-details.acbx ثم علامة استفهام اي دي بتساوي 5. علامة الاستفهام دي علشان حضرتك تحط متغير اسمه اي دي، اي اسم زي ما انت عاوز، وتقدر تحط معاه فاليو، فيبقى انت عملت زي اتاتش لاديشنال فاليو مع اليو ار ال بتاعي. طبعا انت تقدر تعمل .acbx علامة استفهام اي دي بتساوي 5. طب ممكن تباصي معاه فاليو كمان نيم مثلا، اقول له اند النيم بتساوي مثلا علي، وهكذا. اوكي، طب تيجي نشوف اللينكات اللي احنا هنعملها. هعمل اتش تي ام ال لينك اهو، سميه مثلا اي تي شير لينك 1 مثلا، واحط مثلا هنا ايه 2.acbx، وعامل متغير اسمه اي دي بتساوي قيمته مثلا 5 او 1، تمام؟ واند مثلا عاوز ابصي كمان فاليو معاه ان النيم بتساوي علي. هعمل بي ار اثنين ثلاثة أربعة أحمد مصطفى محمد
اتنين تلاتة أربعة. شايفين لو وقفنا على الديزاين ده الشكل الخاص بمين؟ باللينكات اللي موجودة عندنا. خد بالك لما تيجي تعمل رن تشوف هيوديك على اليو ار ال بتاعك ازاي. اضغط على اللينك ده، لاحظ بعت لي هنا الاي دي بتساوي واحد اند النيم بتساوي علي، اتنين احمد، تلاتة. يبقى المفروض يا جماعة وانا في البيج لود بتاع صفحة اللي اسمها 2.acbx اقدر اكاتش مين؟ قيمة الاي دي اللي هي تلاتة وقيمة النيم اللي هي مصطفى، تمام؟ لو حضرتك قدرت تكاتش التو فاليوز اللي موجودين عندك دول في البيج لود، والله بقى تبصيهم لجملة كويري فتعرض لك داتا وتغير الداتا بناء على قيمة الاي دي وقيمة النيم. طبعا لان احنا لسه ما تعاملناش مع الداتابيز، انا هدفي بس ان انا اعرض لك قيمة الاي دي وقيمة النيم. وصلت لقيمة الاي دي وقيمة النيم، العب بالداتا بتاعتك زي ما انت عاوز، لانك تقدر تدخلهم في اي ميثود او اي اكشن حضرتك عاوز تنفذه. تعالوا بقى نروح لصفحة 2. هدفنا يا شباب ان في صفحة البيج لود بتاعتي هعمل مثلا اتنين ليبل، هعرض فيهم قيمة الاي دي وقيمة النيم. اقول له هنا ليبل واحد دوت التكست بتساوي. خد بالك حضرتك عاوز تريكوست على الاي دي بتاعك وتجيب الفاليو بتاعته، فعشان كده بقول له ريكوست دوت. في الريكوست بتاعتي الكويري سترنج اللي اسمه اي دي. طب انا كتبت اي دي بناء على ايه يا جماعه؟ بناء على لو حضرتك دخلت على السورس كان عندك هنا متغير اسمه اي دي، طبعا سميه اي اسم مش شرط تسميه بالاسم ده، تمام؟ طيب هقول له دوت تو سترنج، كذلك يا جماعه ليبل 2 دوت تكست بتساوي ريكوست دوت كويري سترنج اللي اسمه نيم دوت تو سترنج. تعالوا بقى يا جماعه نروح لصفحه فروم، وتعالوا نبدا نبوينت عندنا على الداتا بتاعتنا. قال لي هنا واحد وعلي، اتنين واحمد، تلاته ومصطفى، أربعة ومحمد. يبقى هدف الكويري سترينج يا جماعة هو إنك أنت بتبدأ تباصي الداتا بتاعتك من بيدج لبيدج، خلاص؟ من خلال اليو ار ال اللي موجودة عندنا، أبلكيشنز كتيرة جدا ممكن نستفيد بيها زي النيوز والنيوز ديتيلز، زي الكورس والكورس ديتيلز، زي البرودكت والبرودكت ديتيلز اللي موجودة عندنا. ونميز إن اليوزر ممكن يضحك علينا كده يقوم كاتب 20. بس طبعا لان انا اصلا مش بتعامل، لو انا كنت بجيب الكلام ده عندي من الداتابيز، يعني انت لو دخلت كده ايتشير.com/ مثلا على ايتشير مثلا كده، وهضغط على لينك معين مثلا هنا، اي لينك مثلا، هضغط على شير بوينت اهو. تخيل لو اليوزر قام كاتب لي ايه الرقم ده، شايفين؟ هل دي كده بتمثل مشكلة عندي؟ لا، ببساطة لما هعمل الكلام ده أنا عامل إيه يا جماعة؟ كاستم ايرور بيدجز. تخيلوا كده إيه اللي هيحصل؟ بدأ يقول له إن 404 إن البيدج نوت فاوند، فحتى لو اليوزر دخل ولعب في الداتا اللي موجوده عندي انا مهندل ايه يا جماعه القصه دي من خلال مين؟ الكاستم ايرور بيدجز اللي بتكون موجوده عندنا في ملف الويب دوت كونفيج.